أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم سيدتي. إن شاء الله راح تكون مواضيعنا اليوم مختلفة ومتنوعة زي ما احنا دائما معودينكم. خلونا نبدأها بأبرز العناوين. في سيدتي اليوم، كيف نتعلم من تجاربنا السابقة ونحولها إلى مكسب وإن كانت مؤلمة؟ مها صويان تشكيلية ترسم بالحجر وماء الذهب. الكاتبة رندا أبو حواء تكتب مدونة عن السلم المكسور. ملتقى مستقبل التقدم يتحدث عن كيفية الاستثمار في الإنسان لضمان التقدم. ما الفرق بين عمليات التجميل والعمليات الجراحية التجميلية؟ هل زيادة الإقبال على التجميل وراء جشع العيادات؟ اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. اسمحوا لي طبعا قبل ابدا معكم حلقتنا ارحب بالزميلات، حياك الله يا رندا ويا مها. هلا وسهلا فيك يا عبير، اكيد وهلا وسهلا بمها، واكيد ان شاء الله اليوم تستمتعون معنا خلال الساعتين. اهلا وسهلا فيك يا رندا وحياك الله يا عبير اكيد، واسمحوا لي كمان ارحب بالمشاهدين ومتابعين برنامج سيدتي. كالعاده ان شاء الله اليوم راح تقضون معنا ساعتين كلها اخبار وكلها اشياء جميله ان شاء الله راح نناقشها سوا. صحيح، وعشان نبدا بالاخبار اسمحوا لي اخذكم في اول رحلاتنا لليوم. ننتقل مشاهدينا لاخر اخبار المجتمع اونلاين مع مجله سيدتي. زلابيا، قصة الفتاة اللي تغيرت حياتها للأفضل بسبب التنمر، وخمسة آلاف تعليق إيجابي على صفحات سيدتي تضامناً معها. تعالوا نتعرف على قصتها. زلابيا هي فتاة مصرية انتشر لها صور وفيديوهات من حفل خطوبتها، ولكن تلقت زلابيا باليوم التالي من الحفل عدة صدمات، أولها بأنها صارت ترند في مصر والعالم العربي للأسف بسبب آلاف التعليقات المسيئة على مظهرها. ومو بس كذا، بل توالت عليها الصدمات بعد ما قرر خطيب الانفصال عنها بحجة أنه تأثر من التعليقات. حملة التنمر البشعة اللي تلقتها زلابيا دفعت ثلاث بنات بأنهم يبحثون عنها ويقنعونها بعمل جلسة مكياج احترافية وتصويرها صور بروفيشنال، وبالفعل صار، وتم تداول صورها الجديدة على جميع المواقع ومنصات السوشيال ميديا. أثبتت صور زلابيا الجديدة بأن كل فتاة جميل، لكن عليها أن تتعلم كيف تظهر جمالها بالطريقة الصحيحة. ونهالت التعليقات المشجعة لزلابيا، ومو كذا وبس، بل تحولت زلابيا لنجمة السوشيال ميديا وبدأت المواقع والقنوات تتهافت عليها لعمل لقاءات معها. تعرفوا على تطبيق بي كات، محرر فيديو احترافي على أندرويد وآي أو إس. يعمل تطبيق بي كات كأداة تحرير فيديو، تقدر من خلالها إنشاء مقاطع فيديو بطريقة بسيطة وفورية. ومو بس كذا، راح تشوف كمان في التطبيق أدوات قص الفيديو أو دمجه أو تحريره أو تدويره أو إنشاء ألبومات صور. ويسمح لك التطبيق كمان بإضافة انتقالات تسمح بتحويل الصور إلى مقاطع فيديو والعكس. ويوفر كمان التطبيق العديد من الفلاتر لإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة، مع إمكانية إضافة قطعة موسيقية، مع خيارات لضبط الصوت وتقسيمه.
شكرا مجلة سيدتي على هذا التقرير الجميل والمؤثر. صراحة أنا تأثرت كثير بقصة زلابية اللي يعني تم التنمر عليها أو شنوا عليها حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات انهالت عليها كانت جدا مؤثرة ونقدر نقول سيئة لأنها تسببت في انفصالها. صح. وأكيد يعني أثرت عليها نفسيا كثير. ما أعرف إيش رأيكم في هذا الموضوع؟ أنا يعني علقت على موضوع زلابيا بصراحة لأنه هو من فترة أساساً. نعم. الموضوع أول ما سمعت الخبر بصراحة انزعجت كثير. أكثر انزعاجي كان من خطيبها اللي أنت بمجرد ما تنمر الناس على خطيبتك اللي كنت ناوي على أساس تفتح معاها بيت وتعيش معاها طول حياتك. نعم. على طول تركتها بمجرد ما صار هذا الموضوع. فحتى كان تعليقي انه اللي ما يستحملنيش وانا متضايقه ما يشوفش جمالي وانا رايقه. بعد ما سوت الفوتو سيشن من جد كان شكلها جدا رائع وجميل وفعلا. صح. شكرا 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 للاشخاص مره ثانيه اللي سووا لها جلسه تصوير هذه بمكياج انسب ولون صبغه انسب. فعلا كل فتاه جميله. صح. بس لازم تظهر جمالها بالطريقه. صح. المناسبه. لازم كل بنت تتعلم من جد كيف تطلع هذا الجمال. ف هذه هي بصراحة فكرتي عن زلابيا. يمكن أمس حكينا عن الموضوع عن موضوع التنمر وكيف الواحد يتنمر إلكتروني. دايم إحنا ما نقدر نبعد الناس لكن الأشخاص اللي عندنا ممكن يحمونا. فزي ما ذكرت أمس أنه كويس أنه طلقها الآن أحسن. صح. أو بعد عنها الآن أحسن. صح. ما يبعد عنها بعدين تكون جايبة أطفال يعني وتتورط بالموضوع. لكن أنا اللي شدني كمان موضوع المرايا. دائما المرايا لما نحطها بالبيت تعطي إضاءة مرة قوية خاصة غرفة التسريحة إذا نقدر نقول علشان أنه أنت ما تجيب الإضاءات الصغيرة أو شيء فممكن تغنيكي. صحيح. يعني المرايا بالنسبة لي لازم تكون مرة كثير ونعتمدها بشكل مرة كبير في غرفة الملابس. لا يعني مش في كل البيت. ممكن في كل البيت في مراية صغيرة مثلا برا عند المدخل وقاعدة أذكر لكم في هذه المراية في بيتنا بس أكثر شيء في غرفة الملابس طبعا وعلى الجدر كامل طبعا لازم تشوفين يعني إذا لبستي أو حابة تغيرين لازم تشوفين يعني لبسك. لكن أنا أحب المراية بشكل عام. فعلا حبيت حركة الطاولة. ممكن أنه أنا يعني صح صاروا يستخدموها كثير أسويها بالذات. صح مثل ما ذكروا في التقرير في قاعات الأفراح. قاعات الأفراح فعلا شكلها إليجنت وكذا تعطيك وسع وتعطيك يعني حتى لو مكان شوي صغير تعكس الضوء وتعطيك إضاءة أكبر. صح. فإن شاء الله رح نعتمد المراية. لكن التطبيق يعني انا انسانه احب الفيديوز يعني صو او يعني زي ما نقول نركب قصه او نركب شيء. حتى الفيديوز هذه اللي نشوفها اللي مضحكه اعتقد انها ممكن الناس اللي يحبون هذه الاشياء. صح. انهم يركبون على هذا التطبيق اللي هو اسمه بيكت. صح. بيكت البرنامج حق الصور والفيديوز. يقول لك ممكن انه انت تصنعين من الصوره فيديو. ما فهمت الفكره بالضبط. يعني ممكن ان تحطينها نفس الصور تسوي منها فيديو. مش فيديو كامل تسوي يعني تضبطي فيه. لا هي صور حلو. حلو يعني تصير متحركه. يعني مره حلو. قاعدين نشوف كثير برامج هذه اليومين ممكن تخلي الناس يعني من ناس عاديين محملين برنامج الى احترافيين في المستقبل قبل ان شاء الله. لكن شيء جميل حلو. انا شوفي يعني انت مستنيتني اعلق على التطبيق. تفضل. صراحه انا يعني انا تعبت تطبيقات عشان الصور. يعني شوفي في ناس عندهم هوس ويحبوا. صح. مثلا الصور والتطبيقات المعينه ومثلا تكون في افكتات معينه في صورهم. لا انا باليلا اصلا اتصور عشان كمان انزل تطبيق قصص. انا ما افهم كثير بالتطبيقات. يمكن يعني اي جوال يجيني او اي جوال انه انا اشتري تلقين التطبيقات اللي موجوده فيه هي موجوده. أيوه. فما احاول انه انا ادخل في شيء مش لي. هو اللي يعني ها هذا تخصصي انا وعلي هذا تخصص ما بصراحه طبعا. لا شوفي في على طار التطبيقات وهذه البرامج في فريمز او اللي هي البراويز حقت الصور الالكترونيه. كم مره شفتها صراحه انا يعني ما قد اخذت واحد لنفسي بس انا شفتها في مثلا في بيوت الناس. هي تكون موجوده في اماكن وتشتريها. صح. تشترينها عرفتها. فممكن بدل ما تحطين 20 صوره تكون ال 20 صوره كلها حملتيها على زي ميموري على الفريم هذا. صح. او البرواز وتقدر تتغير يعني الصور وحسيت انه يعني شيء فن او شيء يعني لطيف بس وجميل. صح.
صحيح. طبعا ابدع اليوم سيدتي بالمواضيع اللي طرحوها لنا، ان شاء الله نشوف الافضل الايام الجايه كمان. خلونا نطلع فاصل واكيد راجعين مكملين. بعض التجارب في الحياة تؤلمنا ولكنها بلا شك تعلمنا. أخطاء الماضي أكيد لا زالت ولا تزول بسرعة، لكنها تترسب في القاع مع مرور الوقت وتسمح للحاضر نقول الجريان فوق. كيف نتعلم من تجاربنا دون الوقوع في أسرها ونحولها إلى مكسب، وأيضا إن كانت مؤلمة؟ راح أتكلم عن الكثير في هذا الموضوع مع اكيد ضيفنا في الاستوديو عبد الله باحنشل، مستشار تدريب وكوتشنج معتمد. اهلا وسهلا فيك استاذ عبد الله. مرحبا وشكرا للاستضافه. اهلا وسهلا. يعني يمكن التجارب السابقه بتكون قويه بتمر في الانسان الا ما الا تألمه، سواء كانت جسديا او ايموشنال بشكل عاطفي. لكن استاذ عبد الله في البدايه نبغى نتكلم كيف نقدر نتخلص من تفاصيل هذه الذكريات الماضيه ونركز على الحاضر في علاقاتنا وفي حياتنا. اوكي، هو شوفي، عشان احنا نوصل لاجابه انا دائما اقول او اقتبس مقوله، الاسئله الصادقه تولد اجابات صادقه. صحيح. فهو فعلا الشخص هل هو فعلا صادق مع نفسه عشان يتخطى المشكله او الشيء الثاني؟ لكن في نقطه برضو انا دائما اثير تساؤل عشان الواحد يفكر معاي ويعرف ليش الفشل سميناه فشل. يعني مثلا حضرتها ممكن يكون نفس الموقف انت شفتيه بحد اقل وهي ممكن شافتها وسوتها مشكله كبيره. هذا نسميه، انا طبعا ابحث في علم النفس، نسميه الادراك او التصور. وهذا فعلا لو الانسان فهمها وتعمق فيها شويه هيعرف كيف بعدين يتحكم في عقله اللي بالتالي ياثر على شعوره. في النهايه كلها تتلخص في حكايه الشعور وتقبل الموقف. هذه يعني استاذ عبد الله، يمكن كنا نتكلم شوي قبل ما نبدا هذه الفقره، نبغى نعرف كيف الشخص فعلا يقدر ينتشل نفسه بنفسه دون مساعدة أحد من هذا الموقف أو من هذه الألم نقدر نسميه، ويحط نفسه في مكان أفضل ويخليها نقطة انطلاق ويخليها دافع، ما يخليها أنها محبط، ما تحبطه، ما تخلي مسألة انكسار. فعلا ما تخلي منكسر، بالعكس أنه أنا تحملت هذا الشيء، أنا ما مت. في دائما يقول لك what doesn't kill you makes you stronger. فاللي ما يقتلك يخليك أقوى، أنه أنت تقبلت هذا الشيء ممكن لو شيء أقوى منه رح تتقبل. صحيح. يمكن خليني أشرح برضو فكرة عملية العقل، فكرة مشاعر سلوك. هذه لو احنا فهمناها فعلا، وخصوصا الشخص اللي كان عنده وعي معين للبروسيس هذه، هيقدر في البداية يقول المشكلة حصلت مثلا. جميل. اول خطوة للتغيير هي الاكسبتنس، القبول. لكن المشكلة الانسان يقع في مشكلة ايش؟ انه يا يرفض الانكار، منها الانكار، او انه يهرب يكبت. يعني قصدك الانكار هو الكبت نفسه، يعني ما يعبر عن مشاعره؟ لا، انه رافض، انه لا الغلط مو فيني، او انه هذه اللي صارت انا عشاني اقل من فلان فانا استحق. عشان كذا ندخل في موضوع الاستحقاق. يلوم نفسه استاذ عبد الله. اللوم هذا من أسوأ الاشياء، ما هو عشان ما قبل وما رضي، لانه خلاص المشكله حصلت سواء في العلاقه الزوجيه او في العمل. فبالتالي عشان ما يدخل في جلد الذات لازم نعلم فكره القبول اللي هي الاكسبتنس، عشان يحس بهدوء، لانه الواحد لما يهدى يبدا يفكر كويس. صحيح. هذه الفكره. وقد ايه ممكن يكون استاذ عبد الله، يعني سؤالي من كلامك دحين من جوابك علينا، قد ايه ممكن يكون الانكار وعدم تقبل الامر الواقع للشخص ممكن ياثر عليه على حياته، حياه نفسيه، طريقه تعامله مع اصدقاء، اذا كان متزوج مع ابنائه في البيت وزوجته في البيت. صحيح. وما الى ذلك. قد ايه ممكن ياثر عليه سلبا؟ حيدخل في سجن نقدر نقول، لانه الافكار حتصير زي السجن النفسي، لانه اذا رفض او انه هرب فبالتالي هو فعلا ما وجد حل، فبالتالي دائما حينظر الامور بشكل سلبي. يعني انا عندي قصص كثير، ناس جاتهم فرص وسافروا ودرسوا بس ينظروا دائما للاشياء اللي تؤديها للفشل، لانه عود نفسه. واحنا في مقوله نسميها احنا مخلوقات العاده، اي شيء نعود نفسنا عليه بالتالي هو هيحصل لنا حتى لو كان في جانب ايجابي. نعم طبعا. يعني من كلامك افهم نقدر نقول ان الشخص اللي يستسلم للعقبات وللمشاكل وما يتقبل ويكبت في نفسه، ولا يعني خلاص يعتبرها دائما نقولها بالعاميه نهايه العالم هذا الشيء،
هل نقدر نسميهم خاسرين أو يعني خاص فشلوا في انتشال أنفسهم؟ طيب هو في نقطتين هنا. احنا دائما لما تصير لنا مشكلة دائما نقول احنا ما نبغى المشكلة دي تأثر علينا. صح. طب ليش ما نفكر في شيء نحط هدف بحيث انه عقلي نسويه زي الستيت اوف مايند، اي شيفت ماي مايند، انه اركز على الهدف الايجابي، لانه طول ما انا موجه تركيزي على المشكله حتى لو اقول انا ما ابغى مشكله او ما ابغى اقع فيها ستقع فيها. صحيح. فاحنا دائما نتعامل مع المتدربين انه ننتشله ونحط هدف. What do you really want؟ يعني لا تقول لي عن المشكلة، قل لي ماذا تريد حقا، وخلينا نركز على الجهة هذه. بس تبدأ أجوبة. كمان في ناس ما تعرف، يعني في ناس ممكن تكون مروا بأزمات ومروا صح، أنا كأني كنت معاكم في الدورة هذه، ولكن في ناس فعلا يمكن ما تعرف هي إيش تبغى، ما تعرف إيش الهدف اللي أوكي أنا دحين بدون وظيفة، طب أنا إيش أبغى أسوي؟ طب أنا مثلا قدمت في كل مكان وما لقيت وظيفة. ممكن الناس تفكر بهذه الطريقة، للأسف هي سلبية وهي حقيقة. صح. هي حقيقة، ولكن واقع سلبي، إنه الشخص ما عنده للأسف أفكار تانية، ما هو قادر يفكر خارج الصندوق بحيث إنه يكون عنده هدف آخر. كيف تقدروا تساعدوه؟ وهو فعلا يعني احنا صراحه واجهنا كثير الوعي عندهم قليل، فلازم نبسطهم المعلومه. بس هو فعلا انا عندي في الكورس اهم شيء انه كيف اضع هدف صحيح، لانه كثير ناس برضو يتلخبطوا في موضوع الوسيله والهدف. صحيح. يعني مثلا الحين شربت الكوب، اعتقد انه هذا هدف اني شربت، لا هو وسيله لشيء اكبر. نعم. فدائما نوعيهم كثير انه ايش الهدف الصحيح. صحيح. وحتتفاجئوا انه الهدف الصحيح هو الحلم. نعم. ليش الحلم؟ لانه هو شيء لامس روحك. فعشان كذا في بروسيس كثير تجي من التالنت، من الاشياء الانسانيه الفنيه، فيكتشف انه انا اعطيكم مثال مثلا. نعم. في موظفه كانت هي تبغى تبحث، خلاص طفشت عشان تصير مديره. فلما اسالها كثير اكتشفت انه هي عندها هوايات فنيه وعاليه جدا لكن مهملتها. فلما قلت لها طيب وات اف انه انت ركزتي على المجال هذا ليش؟ عشان what you really enjoy doing هو ده اللي هتبدأ فيه. صحيح. وأرجع للنقطة هذه، اللي بيبحث عن وظيفة قد يكون أصلاً اللي المجال اللي بيبحث عنه هو مو مناسب له. صح. بس إحنا في شيء نسميه يعني العقل الجمعي، إنه نتأثر بالناس ونسوي، أهم شيء نلاقي وظيفة. أنا أعتقد أستاذ عبد الله كمان ترى مو شرط الوظيفة، ممكن يعني مثلا أخذها أنا بطريقة إيجابية أو أنظر إلى النصف الممتلئ. صح. من الكوب شيء أفضل. إنه صح. صح إنه ممكن أنت تكون يا أخي مثلا ربنا ما أراد إنه أنت تكون موظف أو تشتغل عند أحد، أنت تكون مدير نفسك. يعني في أشخاص للأسف ما بيفكروا بطريقة إيجابية. صح. يمكن من الأسس والأساليب، أنا آسفة. صح. لكن التفكير بطريقة إيجابية، أنا أحتاج أعرف إيش ممكن تكون في أسس وأساليب أقدر أستخدمها مع الناس بحيث إنه يفكروا بطريقة إيجابية يقدر يمر فيها من دي الأزمات. لازم يفهم نفسه، هذه كلمة يمكن مطاطية، بس عشان يفهم نفسه زي ما قلت لك نرجع إنه يفهم العقل. لأن العقل هو اللي فعلاً لو بنيناه بشكل كويس بأفكار ومشاعر وسلوك وعودنا، لأنه أنا برنامجي ليش 6 شهور أو سنة؟ لأنه كثير ممكن تجيك معلومة جميلة لكن فعليا ما لها أثر على حياتك، لكن لما تطبقها بمنهجية هنا تبدأ الأسلوب. إنه لما أنا حتى لما أحط هدفي، مو بس حطيت هدفي وخلاص، لازم أعيد وأحط أشياء وأحط بلان وأحط خطط، لأنه أنت لسه هذه لسه أنت في البداية، لسه حتجيك إحباطات وحتجيك أشياء. فإذا أنت ما أنت مستعد، زي القصة تكلمنا عنها هذه قبل شوية، كثير ناس ما استمروا أو إن هذا. والسؤال والأسلوب الثاني نعلمهم كيف موضوع المثابرة والإصرار. يا سلام. وأنا أتوقع هو ده سر نجاح أي شخص. طبعا. يمكن ما أدري إذا حد قرأ كتاب هو موفد ماي تشيز، اللي هو من حرك قطعة الجبن. اثنين نفس الظروف، في واحد استسلم وواحد آخر لحظة لقى الذهب. لأنه كثير حتمر، وأتوقع هي دي لعبة الحياة، إنه هي فيها متعة، لازم. صح. يصير فيها يعني عسر عشان تشوف اليسر، لكن. صح. في ناس أول يشوفوا العسر لأنه هو مو مهيأ يستسلم على طول. يستسلم. صح. طيب الحين إيش رأيك يا أستاذ عبد الله في الناس اللي تتهرب؟ تهرب. على سبيل المثال انفصلت عن زوجها، لا سمح الله أحد من أبنائها مرض، أيا كان. في ناس للأسف تلجأ للأدوية. في ناس تلجأ الأدوية المنومة أو المهدئة، يعني زي ما تقول مسكن. يعني emotionally ما يبغى يفكر. في ناس تقعد نايمة بالشهور، وين الأدوية؟ نايمة بس تصحى تأخذ منها أدويتها ترجع تنام، لا تشوف الناس، لا تشوف المجتمع، لا شافت حياتها، ممكن تطلع من وظيفتها، تطلع من دراستها، تستسلم بمعنى الكلمة، أو أنها تشيل أفشها مثلا وتسافر، ما تبغى تواجه المشكلة.
هذول ايش نقدر نقول لهم؟ هذه يمكن مرحله يعني متقدمه في الضعف بصراحه. ايوه، فلازم فعلا يشوفوا طبيب نفسي، لانه هذا ممكن تصل لمرحله الانتحار مثلا. بس ناخذها ببساطه عشان نعطي امثله اخف شويه وطأة من الامور. نعم. هذه هي المشكله اللي قلتها قبل شويه، مشكله انه يا هروب يا ريزيستنس او مقاومه. الطريق الوحيد انه لازم هي تفهم اللي بتسويه هذا حيوديها لأسوأ مما تتخيل. والأدوية دي هذا شيء مخدر. أنا في الأساس على فكرة صيدلي، فأنا عارف آثار هذه الأدوية. يعني هي يحتاجوها بعض الناس لفترات معينة عشان ينتقلوا لمرحلة أعمى، أما هي تكون الحل، لأن هي اعتبرت هنا أو اعتبرت في الحالة دي أن الأدوية هي الهدف. وما أبغى أفكر في أي هدف، وأنا خلاص صارت لي مشاكل لا حد يكلمني. نعم. بس حيوصلوا مراحل يعني متأخرة، ياريت يقولوا صحينا قبل المرحلة دي. صحيح طبعا. طب أنا حاب أتكلم عن الأشخاص الإيجابيين اللي فعلا بيتعلموا من التجارب اللي ممكن تكون كسرتهم أو ألمتهم في حياتهم بشكل عام، مثلا مرحلة فقد حادث أليم زي هذه مواقف. الأشخاص هذول الإيجابيين فعلا اللي بعد هذا الموقف أو التجربة المؤلمة ايش يقولوا هم، لم التأم الجأش ولا ايه بالضبط، وصاروا اقوى وافضل وفكروا من جد في حياتهم ومستقبلهم، ايش نقدر نقول عنهم؟ ايش الصفات اللي تحلوا فيها عشان يوصلوا للي وصلوا له؟ الصدق والقرار القوي اللي هو عكس تماما اللي قلنا اللي هو الرفض او المقاومة. هذا فعلا عنده شيء نسميه بيرنينج ديزاير، يعني بنى في نفسه رغبه جامحه. لانه على فكره لما درسوا في عام 1930 500 اكثر ناس ناشئين في العالم، طلعوا فيهم 13 صفه، بس انا هتكلم عن الصفه الاولى والثانيه اللي هي فعلا كيف ابني رغبه جامحه، وهذه تيجي اني احط هدف صحيح. نعم. عشان كذا هذا اللي يقدم على وظيفه لازم يعرف ايش هدفه عشان ما يستسلم، لانه كل ما كان عندي الشغف هذا هو وقود اللي انا حيخليني ما استسلم. والشيء الثاني هذول الايجابيين اصرار. إصرار. ما هو سهل بس يعني لازم. قد ايه ممكن يكون ضعف أستاذ عبد الله كبشر؟ احنا في الاخير انسان، والبشر فعلا ضعيف سبحان الله، احنا في الاخر لحم ودم يعني. صح. كل هذه الامور بتضعفنا وفعلا عاطفيين، رجل كان او امراه. صح. يعني الانسان عاطفي، واي موقف ممكن يمر فيه من جد ممكن يكسره يضعفه. قد ايه احنا الضعف هذا ممكن يأثر فينا لدرجة أنه إحنا للأسف ما نعرف حتى نفكر. يعني أنا أعتقد أنه أول سبب ممكن أنا أقدر أقوله بالنسبة مثلا لي أنا عبير، أنه ما أقدر أفكر في أول فترة مثلا أكون في جرح أو موقف أو تجربة أليمة إلى أن ألتم يعني. طبعا. وأنا دائما أقول يعني خصوصا دول الإيجابيين والإنسبيريشن والموتيفيشن سبيكر، انه ارفقوا شويه بالناس، لانه الحياه ما هي فقط ايجابيه. طب. يعني كثير واحد انا منهم تجيني حالات يعني كيد. داون واشياء طبيعي. ارجع للقبول طبيعي. وعلى فكره حتى ما وجد حل سكوت خلاص، يعني انا ودي ارجع اوصل لمرحله افضل. جميل. استاذ عبد الله هذه النقطه جدا مهمه اللي هي القبول. احنا خلاص عرفنا ان اول شيء نسويه القبول، بس انا ابغى منك يعني ما شاء الله بما ان هذا مجالك وهذا اللي انت يعني توجه الناس له، عطنا خطه. الحين عندك انسان متاثر منكسر تعبان نفسيا، حتقول له الخطه 1 2 3، اعطينا الخطوات. اول شيء عرفنا اللي هي القبول والاكسبتنس، والواحد يكون متصالح مع نفسه. صح. وراضي بقسمه يعني بالقدر وقسمته في الحياه وايا كان. اللي بعده كيف يعني؟ هل استعين بالناس؟ هل اسوي خطه معينه؟ هل يعني اجدد طموحي؟ ارفع الستاندرد؟ ايش اسوي بالضبط؟ شوف انت فعلا قلت كلمه مهمه، انا اشوف لازم يحط فريم ورك او اطار يمشي عليه. حتى مو خطه يمكن تصير 1 2 3. جميل. يمكن ما تمشي على الجميع. يعني امس انا مثلا نزلت فيديو انا قلت اجلس مع نفسك، جيب ورقه، حتى لو ما تبغى تكتب حط في نفسك، اسال نفسك شوف وضعك، وهي 4 جوانب في الحياه. صحيح. فهي اول خطوه عشان انا اعرف ايش ابغى، اشوف الجانب العملي الاجتماعي العلمي والروحاني. ليش؟ لانه ابدا ارتاح، لان الامور بدات تترتب، لانه في ناس الجانب الاجتماعي طاغي على كل الجانب الثاني، عشان كذا. نعم. في بعض الناس في البيت مو سعيد فتخبص معاه في العمل او غيره، فهو في تمرين انا اعمله انه يجلس مع نفسه نحط له هذه 4 جوانب ويقيم نفسه. وانا دائما اقول ما في شيء اسمه صح او خطا، انت
كما انت، انت في النهايه اعطي الطريقه اللي انت تشوفها مناسبه، احنا وظيفتنا انه نعطيك بس جايدنس. بعض الناس للاسف يتدخلوا ويسووا 1 2 3 لانه في ظروف ناس ما تقدر. صح. فاول خطوه انه يجلس مع نفسه يكتب يقيم نفسه بالاربع جوانب هذه ويحط زي الوش ليست. الاشياء اللي بيسويها. لانه بعضهم انا احيانا يقعد معي 3 شهور مو عارف يحط هدفه. لانه ما تعود، لانه كل شويه منطقه يرفض. عشان كذا في اللاوعي تخزنت مشاعر جدا سلبيه. فكل ما يقول يا اخي مين انا عشان اسوي؟ نعم. مين انا؟ فاحنا نقعد معه فتره طويله لين ما يطلع بس من الحاله هذه بعدين يوصل. مين انا استاذ عبد الله؟ قد ايه سلبيه واصلا فيها تصغير من حجم الشخص لنفسه. صحيح. يعني انت تقول على نفسك مين انا؟ انت كل شيء، يعني انا ما اشوف انت اعظم مخلوق. بالضبط. مهما كانت ظروف. كيف تقدر استاذ عبد الله تطلعه يعني في هذه الدورات ما شاء الله بتستمر فترات طويله من 3 ل6 شهور واوقات لسنه، تطلع بس الانسان من تفكير انه مين انا عشان اسوي كذا؟ او مثلا والله انا ما هقدر اعمل حاجه، نفسي انا اطب برشه، طب كيف؟ لازم اروح امس الدوله الفلانيه، ما معايا فلوس عشان شوف. في ناس تفكر بذي الديتيلز، متخيله؟ كيف تقدر تطلعوه من هذه الحاله بحيث انه ما يقول مين انا، بدل ما يقول مين انا يقول انا اقدر. صح. انا كثير اركز على الناحيه هذه، فانا افهم مين هو. هو نفس داخل الجسد نفخ فيه الروح. صح. هذه العدل الالهي وضعها في كل البشر. نعم. فلما يفهم انه مهما كانت الظروف مهما كذا انت اساسك صحيح. هذه على فكره يمكن انا ما بعطي اجوبه او تمارين بس بزود عنده حاله الوعي عشان يوصل مرحله تحقيق الذات. نعم. يعني مو عشان انك فقير ولا ولدت في حاله معينه ولا جنسيه معينه، دائما احاول انتش له وارجعه للاصل. انت اقعد معه فترات طويله لين ما يطلع. نعم. المرحله الثانيه. يعني استاذ عبد الله فعلا الكلام في هذا الموضوع مره يطول. صحيح. ويعني اساسا الموضوع جدا عميق واعمق ممكن ما احنا. صحيح. نتصور. لكن يمكن السؤال اللي يطرح نفسه اللي هو يعني الشخص هذا الحين خلاص تحطم، لازم احنا نعلمه كيف هو يساعد نفسه بنفسه، لانه اذا انت ما ساعدت. لكن في يعني فعلا في رساله انا دائما اقولها حتى للناس اللي مثلا انا احب اساعدهم من اخوات من صديقات، دائما اقول اذا انت ما ساعدتي نفسك انا ما راح اقدر اساعدك. صحيح. انا لو ما سوي لو حطيت الشمس في يد والقمر في يد فعلا ما حقدر اساعدك. صح. لكن لازم نبين لهم هذه النقطه انه انت لازم تساعد نفسك. صح. احنا كمان نبغى نعرف دور الاهل، دور الزوجة، دور الزوج، دور الاخوان، دور الاصدقاء، وش دورهم هنا اذا مثلا بنتك او صاحبتك مكتئبة وفعلا صارت لها تراجيدي او صارت لها صار لها موقف جدا سيء في حياتها، ايش دورنا؟ في اخطاء كثير بتصير صراحة من الاصدقاء او من الاهل. يعني هو المفروض الحل الصحيح اني انا اتعاطف شيء واني انا ادخل في مشكلته شيء اخر. صحيح. يعني بتشوفه في العزاء واشياء ان الواحد لازم يشاركه نفس الشعور عشان يوريه انه هو بيواسي. لا، انت بتدخله بتذكره وبتزيدها وطأة على قولهم. لا، ان انا اتعاطف اول شيء، انا عارف انه حتى مع الولد الصغار. نعم. انه هي مشكلته وليس مشكلتي. نعم. عشان انا اكون هادي واعرف اتعامل معاه باسلوب هادئ، فانا وظيفتي ان ازود وعيه. فمثلا صديقي لو جاء عنده مشكله انا بنتعاطف معه بمعنى انه هو جايني عنده مشاكل، خلاص يعني انا اتفهم انه هو في مشكله بس احاول انه ابين له ظروف القوه او نقاط. صحيح. القوه اللي عنده عشان يقدر يواجه توعية. ولا اعطي حلول. يعني هذا المشكله الناس ينصحوا وتسوي مشاكل اكثر. لا، هو خليه يفهم انه هي كان اكسبت، هي كان يعني يفهم انه انت وضعك اوكي وتستحق انك تزعل. صح. يعني عبر بس بين له زوايا هو مو شايفها. صحيح. فبالتالي يقدر يوصل لحلول. في ناس على طاري تعبر معليش، يعني في ناس فعلا لما يشوفون مثلا احد قريب منهم صارت له مشكله يطبطبون، ويعني زي اللي مثلا لا تبكي خلاص، لا ابكي. انا دائما اقول ابكي، عبري ايش تبغى تسوي. يعني في اشياء كثير. انا بالنسبه لي صراحه دائما نصيحتي اللي اطلعي امشي في الشارع، اجري، روح البحر، يعني تنفسي، خذي السبيس حقك، مو شرط انا اكون معاك، عادي اطلعي في الشمس، انت مثلا طول حياتك تصحي في الليل مثلا. يعني انا هذه الاشياء اللي تغير مزاجي فعلا اذا كان عندي مشكله. النادي شيء مهم جدا، مو جالسه في البيت وطالبه بيتزا وقاعده عند التلفزيون شهرين ما حد يشوفك. فيعني ايش رايك في الناس اللي تطبطب وتسكت وتهدي انه خلاص، يعني زي المسكنات بس على شكل بشر. أيوة. نفس المسكنات بشرية. انا نفس يعني هذه الفكره فعلا اللي لا اكبتي مثلا، هم
من باب انه مساعد لكن للاسف يتلك صح يزودون طبله. الطبطبه هذه جدا سيئه، بس في طبطبه بس وراها رساله. طبعا انت قلتي شيء مره مهم، انك انت انك اقريتي معاها ان انت من حقك تزعلي، من حقك تفضفضي، بس وجهتيها لشكل ايجابي. روحي اعملي رياضه، اصحي الصباح، حاولي، بس يعني انه انا معاك، انا متفق انك انت وضعك فعلا اي احد لو تحط فيه حينزعل، بس انت بتحاولي تشفت يعني انه تغيري تركيزها واهتمامك انها تسوي اشياء فعلا ايجابيه، غير انه لانه على فكره الطبطبه جزء منها كبت. صحيح طبعا هذا أسوأ شيء، لانه بيسوي مشاكل اكثر. صح، يمكن ناس كثير بتقدر تطلع من المحن اللي بتمر فيها وبتواجهها، التجارب المختلفة القاسية في الحياة، هي الدنيا كده يعني يا جماعة. ولكن أستاذ عبد الله، الناس بعد مرور هذه المحنة بتكون في حاجة مخزنة في اللاوعي عندهم، حتى برغم اختلاف ومرور السنين على هذا الموضوع أو هذا الموقف، إلا ما إلا يتذكر ويكون في لوم وعتب وصراع داخلي نفسي. كيف هذول الناس يقدروا يداووا اللاوعي عندهم؟ طيب هذه مرحلة خلاص نقول إنه هو تخطى، بدأ يشوف في تطور في حياته، لكن بيجيله ذكريات. صحيح. خليني أقول برضو كلمة، ما في سعادة مطلقة. يعني مهما كان إنسان إيجابي أو تعلم أو بحث، هذه أشياء اللي هي العصلقة نسميها إحنا، تولد أشياء وأفكار فرص ثانية إحنا نسميها. يعني مثلا ممكن موقف سلبي تذكرته هو جاني لسبب، على فكرة أنا أتكلم عن الناس اللي تطوروا. يعني مثلا أنا الحين جالس حياتي بتتطور أشياء، بس تيجي يعني نسميها تمحيص، يعني كأنه في اختبارات ثانية عشان تطورني لمرحلة أعلى. صح، هذه مرحلة الناس، عشان كذا المخترعين كذا يمروا بصعوبات غير الناس العاديين. نعم. فهي هذه من سنة الحياة، أنه لازم تجيني شيء. بس إذا كان هذا الموقف بيرجعني، نرجع نفس الحالات اللي تكلمنا عنها، أقبل. يتقبل، يحمد ربه على الأشياء اللي بيتطور فيها، وأهم شيء أنه يركز دائما على الأشياء الإيجابية. وإذا ما قدر طز ويمكن وخلاص اليوم الثاني حيجي. خلاص ختمت ختامها مسك يا استاذ عبد الله. يعني فعلا زي ما ذكرت من شوي، الموضوع مره يطول، لكن الحمد لله انه انت معانا اليوم، واحنا مره مبسوطين يعني بحضورك ووجودك. اكيد افدتنا شخصيا، واكيد المشاهدين كلهم استفادوا من الكلام اللي قلته، ويعطيك العافيه. شكرا لحضورك اليوم. الله يعافيك، ان شاء الله تكون الاجواء مفيده. شكرا لك. مشاهدينا اكيد مكملين باقي الفقرات لليوم، لكن بعد هذا الفاصل. في شق الطريق نحو كسب لقمة العيش تتفرع الطرق حتى تتشعب وتبدو أكثر اتساع، قد يكون منها الضيق، ولعل السبب وراء ذلك هو وجود السلم الطبقي. هكذا بدأت رندا أبو حواء مقالها، لماذا اختارت أن تتحدث عن السلم المكسور وماذا تقصد به؟ نبغى نتعرف أكثر عن هذا الموضوع ونتعرف إيش قالت في ثنايا مدونتها. أكيد نرحب معنا عبر أقمار صناعية من جدة بالكاتبة والمدرب المعتاد رندا أبو حواء. أهلا وسهلا فيك رندا. أول شيء مساء النور، مساء الجمال واللطافة على سيدات روتانا، متألقين دائما. يعطيك العافية، تسلم يا رندا. أرجو لكم يوم جميل، على كل جميل بتوصلوا للمجتمع، وخاصة كونكم مسمين البرنامج سيدتي، هذا يدل على أنكم تعرفون ومتيقنين أن المرأة هي بناية كل مجتمع، أساسه والأفضلية لها طبعا. نورتينا يا رندا، وأنت إحدى سيدات المجتمع هذا اللي كتبت مدونة رائعة تكلمت فيها عن السلم المكسور. يعني في البداية أبغى أعرف إذا كانت هذه أول المدونات أو المقالات بشكل عام اللي أنت بتكتبي فيها، وليه اخترتي تحديدا تسميتها بالسلم المكسور؟ أول حاجة عزيزتي عبير، هدفك من الحياة بصفة عامة، حتى لو ما كانت عبير متواجدة في الوسط الإعلامي، إلا أنه أنت عندك في النهاية غاية أنك أنت تكونين شخص نافع وبناء في المجتمع. نعم. وحاليا الساحة فرضت وسائل التواصل الاجتماعي، في منها الطالح وفي منها الصالح. صحيح. طيب رندا سمي. هلا سمي، تفضلي اسلمي. طيب
ايش المقصود من عودة الطبقية وبرايك كيف ممكن انها هي ترجع؟ الطبقية بحد ذاتها شيء موجود منذ العصور القديمة، يعني عندك الهرم موجود فيه الطبقة اللي هي طبقة النبلاء وطبقة التجار وطبقة العاملة. صحيح. ومع وجود العالم الافتراضي الحالي في ناس بتأثر عن طريق وسائل التواصل، وخاصة لما يكون عندك برنامج له تأثير في يعني مجتمع كامل، يعني عندك المجتمع السعودي بصفة عامة متابع ومقتني للأجهزة ومتواصل. نعم. فأنت لما تحدثي لي نوع من الطبقية يكون أسباب وجودها هم أصحاب المتابعات والمشاهدات العالية. صح. بعد خضوعه لعملية أنه ظهوره إعلاميا وتواجده في المجتمع بصفة أوسع، بيظهر لك بعد فترة أنه صاحب أملاك. طيب صاحب الأملاك هذه أنت فيك تفكري من فين جات؟ نعم. جات من فين؟ من المتابعات، الاستضافات، طلب الإعلانات. نعم. من غير ما إحنا يكون عندنا نظرية أو نظر إن كان هذا الشيء بمحتوى هادف أو غير هادف. يعني أنت تتكلم رندا تقريبا عن قد إيش في أشخاص متابعين عطوا للناس اللي هم على أساس سموا نفسهم مشاهير وفلونسر قيمة من المتابعة فقط حتى لو كان المحتوى غير هادف. فعلا فعلا. وأنا هذا نعم. اللي يعني متابعتي لهذا الشيء ما كان فقط من عن تواصل نعم. اجتماعي. سبق وأنا كنت عاملة في مجال التسويق، وكنت بألاحظ هوس المتابعين للمدعين أنهم أشخاص مشاهير ذوي محتوى هادف. نعم. بينشر مثلا أنا متواجد في المكان الفلاني، اليوم عندكم تغطية الفلان الفلاني المكان، لكن هل نظرتي إن كان هذا المكان فيه منفعة فقط ترفيه لا أكثر؟ صحيح. أنا أعرف مدى أهمية ترفيه الروحي للإنسان، ولكن صحيح. بشكل متزن. نعم. فبعد فترة بكتشف إنه هذا الشخص عن طريق المتابعين صار له شأن بدون رسالة هادفة من نفس الشخص. رندا، يعني أنت ما شاء الله حكيتي في موضوع جدا حساس وواقعي للأسف. يعني شفنا أو قاعدين نشوف الآن الناس اللي بمحتوى هادف والناس اللي ما عندها محتوى، والناس اللي يعني ممكن تأثر بالعكس سلبا على المجتمع وعلى الناس وعلى المراهقين وحتى على الكبار أحيانا، وكثير يعني كثير قصص نسمعها وقاعدين نسمعها ونتداولها يوميا. صحيح. يعني أنت لمستي جانب من المجتمع جدا حساس وأنا أحييك على ذلك. لكن رندا خلينا شوي نتطرق على العصامية اللي تحدثتي فيها في مدونتك. يعني إيش قصدك بالعصامية في المدونة؟ ويعني فعليا هل هي مثل ما ذكرت تشمل ذوي السلم المكسور أم لا؟ أول شيء عزيزتي بغض النظر يعني عن المسميات أو إن كان تعريف العصامية موجود، وإن اختلفت تعاريف جميعنا نتفق إنها تتفق على معروف أو تعريف واحد. العصامي بناء النفس، يعني بناء النفس استنادا على الاجتهاد الشخصي. صحيح. على الدراسات، على مجهود أنا بذلته وعطيته لنفسي. نعم. في تطوير نفسي بدون اللجوء إلى إرث أو إلى محصول مادي. صحيح. تمام. نعم. ففي مقولة: كن عصاميا لا تكن عظاميا. العظامي هو الشخص اللي اتكل في حياته على إرث لكن لا. استطاع أن يستثمره. صحيح صحيح. والوسط الحالي بيثبت لك أنه في أشخاص بالسوشيال ميديا للأسف بعد حصوله على متابعات أصبحت لديه ثروة. نعم. وفي كل لقاء ممكن يعني لما تتطرقي وتسألي ما شاء الله تبارك الله من أين لك هذا، بيقول لك أنا إنسان عصامي. وضح لي العصامية من أين أتت، من ذهابك للمتاجر يعني هذا بحد ذاته معليش
اي رندا، يعني معلش اسمحي لي بس على المداخله هذه، بس عشان قبل ما نطلع من نفس المحور، يعني هذا طبعا. يعني صحية الصباح ولبسه وطلعته والمكالمات اللي يجريها، يعني هذه يمكن بنظر هذا الشخص هذه عصاميه، انا ما انام في الليل، انا ما اكل، انا ما اشرب، انا من اعلان لاعلان او من لوكيشن للوكيشن ممكن انه انا اخذ واعطي في اجتماعات في اشياء، يعني هذه كمان احس يعني انها في نظر هذا الشخص اللي انت تحكين عنه يعني مو نفس الشخص اللي مثلا نايم على المخده وجاورت، لا هذا صحى الصباح وطلع وفي مشاكل تصير وفي اشياء وفي قضايا وفي يعني يعني احس ان فيها نوع من انواع العمل، يعني دائما انا اشوف الناس اللي يعني ما شاء الله عليهم متوغلين في هذا الموضوع او في هذا المجال السوشيال ميديا، دائما اقول يعني الله يعينكم فعلا 24 اور الجوب حقتكم او الوظيفه هذه 24 ساعه في الليل في الصباح في السفرات، فانا ما ادري يعني فيهم اشخاص بمحتوى هادف وفي لا للاسف. فايش تعليقك؟ تمام نعم كلامك في مكانه عزيزتي، لكن إن جيتي للمنطق أنا لما أخرج أول حاجة المسلسل يبدأ من أني أنا مثلا أنا أكون مسلمة مراهقين للجوال في البيت تمام؟ نعم أنا ما بعرف المراهق اللي عندي في البيت على أي شخص يتابع. صحيح. المشهور هذا يخرج من الصباح فطور كيف رسالته تبدأ؟ حابين نعمل لكم إعلان، ترى والله أنا عندي سوشيال وعندي متابعين، فأكيد يعني كل شخص حابب إنه يعني يكون صاحب مادة، يكون صاحب برواج، يكون معروف بين الناس. نعم. فأنا أخرج أصور المكان، بالتالي أنا الناس بتستكشف هذا فين، فبيصير إيش تواصل بينك وبينهم. نعم. طيب خرجت أنا من هذا المكان رحت مكان ثاني خرجت، أنت في هذا الوقت برأيك لما أنا أخرج من النهار بداية الصباح إلين الليل وأنا بأخرج ومن مكان المكان ولا ركز إنه ممكن يكون في سلوكيات، يعني في من بعضهم لما يركب السيارة في تصرفات خاطئة، سلوكيات خاطئة أثناء القيادة، المراهق لما يمشي وبيشوف هذا النوعية من الشباب ارتبطت في باله فكرة إن الشهرة هي مصدر الرزق اللي أنا راح أعيل نفسي منه. جميل. طيب رندا أنت تكلمتي كمان عن الطبقية، ما شاء الله رندا أول شيء يعني باين إنه أنت صغيرة في العمر من صوتك، واخترتي تتكلمي عن موضوع جدا حساس ومرة كبير في كل المجتمعات موجود. تكلمتي أيضا وجمعتي في هذه المدونة أيضا الطبقية، حكيتي عنها، إيش هي الطبقية اللي بتحكي عنها وليش عادت وقد إيه ممكن تأثر في المجتمعات؟ تمام. أول شيء يسعد لي قلبك يا عبورة على إطرائك الجميل. أو الإنسان إن كان صغير أو إن كان كبير الحياة لازم يكون فيها رسالة، أنا ممكن أقدم الرسالة حتى لو كنت يعني في بداية عمري، هذا شيء. الشيء الثاني اللي هو الأهم الطبقية، الطبقية لما رجعت لنا في الوقت الحالي رجعت بسبب الأشخاص اللي صار المال عندهم هو الغاية المهمة إني أنا أوصل له بأي وسيلة، سواء كانت الوسيلة تقديم محتوى هادف أو غير هادف، محتوى يشمل جميع الفئات، يعني لو أنا مثلا تركت الجوال مع ابني الصغير راح أضمن أنه هذا المشهور أو صاحب الحسابات المتواجدة في عدة متابعات بيقدم لي رسالة نصيحة وعي توعية، لكن أنا ما لقيت هذا الشيء. فخطورتها تكمن في أنه بعد ما ألاقي مجموعة كبيرة من مثل هذه النوعية من أصحاب المشاهدات العالية بيوصلوا لي فكرة أنه الحياة مادة فقط لا أكثر. صح. أتفق معك. يعني تخيلي بعد فترة. صحيح. فبعد فترة أنا بلاقي تسرب من الموظفين الموظفات بتقول لك أنا أصير مشهورة أفضل ما يكون عندي إدارة أعمال خاصة فيها.
طيب اتهمت الإعلام والمحتوى الفارغ أنه هم سبب حرب الثراء، أباك توضحيها لنا أكثر. تمام، الاتهام يجي في مضمونه لما أنا أكرس وقتي وأسلط الكاميرا على شخص حصل على عدد لا يعني ليس بقليل من المتابعين. تمام، فأنا بأخذه فبأشوف الجماهيرية اللي اكتسبها من أي ناحية. نعم، أنا أخذه يعني في مثل بعض البرامج استضافة مشهور. طيب لو أنت شفت المشهور هذا فقط عشان يجيب مشاهدات فقط، لكن أنت انظري للمحتوى لا شيء. الإساءة للإعلام من فين أتت؟ إنه كل شخص يقوم بتغطيات في أي مكان بعد فترة يصنف إنه إعلامي، هذا ظلم للإعلامي نفسه. أكيد يعني الإعلامي درس تخرج تخرج عشان تكون فعلا بشهادة مرخصة له لمزاولة مهنة الإعلام. ويمكن مو أي نوع من أنواع الإعلام يا رندا. جميل رندا، يعني ما شاء الله جميل، يعني ما شاء الله عليك، عندك يعني منطق معين أو توجه معين بخصوص هذا الموضوع. مثل ما ذكرنا موضوع جدا حساس وممكن يقلبون عليك مشاهير السوشيال ميديا بعد هذه المدونة، لكن قواك الله فعلا رندا. لكن أنا ودي إن شاء الله ممكن يكون هذا آخر سؤال لك. أنت كثير تحدثتي عن المحتوى وقاعدة تقولين أن المحتوى سواء كان زين أو مش في محلة، يعني هنا المشكلة وهنا القضية. فموجهة نظرك ككاتبة كأنك توغلتي في هذا الموضوع، إيش المحتوى الهادف؟ حرب الإساءة للإعلامي أبداً منهي عنها. الإعلامي شخص بيرسل رسالة للعالم كله، بيعطيني إياها بجملة بسيطة يفهمني المحتوى الذي أنا ما أقدر أوصل له. تمام؟ جميل. الشخص الغير هادف بيعرف إنه شخص غير هادف. قصدك يعني يكون متخصص في شيء معين؟ قصدك يكون متخصص يا رندا في شيء معين، مثلا زي الأطباء أو أخصائيين تغذية أو أطباء النفسيين أو أخصائيين اجتماعيين قصدك؟ أو مؤثر بطريقة مختلفة يا مها. نعم، يكون يعني شوفي الإعلامي بصفة عامة بيقدم رسالة. أكيد. بيقدم ليها بجثة الوسائل، بيجتهد. صحيح، هذا إنسان هادف عنده رسالة يوصل لي إياها. لكن الإنسان التافه اللي يعني بيضيع وقتي بالغرض إنه هو بيوصل لي العالم إيش عنده إيش ما عنده. نعم، تطورات بما فيها التجارة والبيزنس والمولات والأغذية والوجبات السريعة وآخر ما وصلنا له. جميل، هذا هو. جميل. رندا، حابة أسألك سؤال أخير عن بداياتك ككاتبة. أحتاج أعرف، أكيد في كتاب كنت تقرأي لهم وحبيتي فعلا أنت تحتذي بحذوهم، كلميني عن بداياتك ككاتبة وإيش رح يكون مقالك الجيب إن شاء الله أو المدونة الجاية. بدايات تكون عبارة عن حب للشيء. تمام، حبي للكتابة كان باعتبار أن الكتابة متنفس لي. بعد ما شفت أن الكتابة جزء مني لا يتجزأ، بدأت أطور هذا الشيء يعني من 6 سنوات. بخصوص يعني الكتاب المقربين لي، فأنا أعتبر هذا إجحاف بحقهم لو ذكرت شخص ما على شخص، لأن الوطن العربي موسوعة من الكتاب ما شاء الله. صحيح، والحمد لله على هذا الشيء. فأنت بكل يعني كل أستاذ بيكون لك نوع كنوع من المدرسة بتاخذي منه شيء الجميل اللي أنت بتقتدي فيه. صحيح. وبخصوص المقال إن شاء الله بيكون عن سيدتي نفسها. عن سيدتي؟ إن شاء الله بإذن الله. عن سيدتي نفسها وطاقم سيدتي الجميل، كلنا انتظار بإذن الله. الله يسعدك. شكرا لك رندا، شكرا. طبعا الأشياء اللي أنت ذكرتيها اليوم كانت جدا جميلة وإن شاء الله يستفيدون منها الناس، والله يوفقك إن شاء الله، وننتظر مقالك الجاي بإذن الله. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين. المواهب الفنية لا تقتصر على الرسم فقط بالريشة أكيد والقلم، فالكثير يبكي
موهبة الإبداع بأبسط الأشياء. ضيفتنا لليوم التشكيلية مها الصوان، ترسم بالحجر وماء الذهب. نتعرف على قصتها من خلال التقرير التالي. في البداية كانت هواية أو يعني حب شغف، كان يستهويني اللوحات والرسم والألوان والتعامل يعني بالأعمال اليدوية، هذا كان في البداية. والحمد لله طورتها بعد فترة طويلة، يمكن أنا انقطعت عن الفنون وبعدين رجعت لها، لكن الحمد لله كانت رجعة جميلة. الحمد لله بالنسبة للمستوى المحلي أنا شاركت في أكثر من فعاليات، شاركت في هيئة السياحة في الجنادرية لأكثر من سنتين، شاركت في مسك آرت برضو لمدة سنتين متتاليتين، شاركت في محافل كبيرة، شاركت عن طريق جمعية الفنون التشكيلية، وأيضا سويت معارض خليجية على مستوى الخليج العربي. بصراحة أنا يعني تدرجت من مدرسة لمدرسة ومن طريقة الأخرى، جربت جميع أنواع الفنون. يعني الإنسان إذا حب شيء صار عنده زي الشغف إنه يتعلم أو يطور أو حتى يبدع ويبتكر فيه. فحلو حلو إن الإنسان يعني يروح الأشياء غريبة جديدة يبرز فيها ويكون هو السباق إنه يكون اسمه الأول في هذا المجال. أحب اللوحات إلى قلبي ولا تزال، هذه اللوحة اللي خلفي لوحة سويتها بألوان الأكريليك وماء الذهب اللي هي عن طريق السكب، جدا حبيتها وجدا حبيت تعليقات العالم اللي قاعدين يشوفونها. يعني أنا سعادة الفنان في أنه يشوف الناس كيف قاعدة تعبر عن لوحته بطريقة مختلفة. بالنسبة للرسم بالحجر زي ما أنتم شفتوا، يعني أنا قاعدة أشوف الحجر بشكل معين أو بصفة معينة زي هذه. جميل أن الإنسان يشوف الجمال حوله في كل مكان. أنا إذا شفت الحاجة ما أشوفها بالشكل التقليدي، لكن أنا قاعدة أشوفها بطريقة معينة أو بشكل جميل. الفن هو أنك كيف تتعامل مع الأشياء اللي حولك وتشوف الجمال الموجود في كل مكان. فحبيت أني أرسم على الحجر لأني أنا قاعدة أشوف كل حجر بشكل معين بطريقة معينة. مثلاً إذا أنا شفت رحت من مكان لمكان، اختلاف الأحجار من مكان لآخر، هذه لونها أبيض، هذه لونها غامق، هذه لونها بني، هذه بشكل معين، هذه مثلاً زي هنا أنا قاعدة أشوف أنها على شكل بومة مثلاً، فأنا أتصور الشيء وأرسم عليه. فن الرسم بماء الذهب هو أنا يعني أنا شفت كثير إنهم يسوون سكب، لكن حبيت إني أدخل بهذا المجال وأخذ خطي الخاص، والحمد لله توفقت فيه. شيء مرة جميل، الكل معجب فيه، فيه مميزات كثيرة، فيه يعني يمكن هو أقرب يعني للسريالي من أنه للواقعي اللي هو أنا سلكته في البداية. أنا كنت في البداية كان رسم واقعي، ولكن اتجهت لهذا الاتجاه والحمد لله توفقت فيه. يعطيك العافية مها، أكيد الصويان على هالرسم هذا يمكن علمتنا أو جابت لنا رسم جديد حنا ما كنا نعرفه. مرة حبيت كيف رسمها على الحجر وكيف أنها شكلت الحجر بالطريقة اللي ممكن نستغلها. في بعض الأشخاص عندهم طاولات فيها أحجار، صحيح، ممكن أنهم يحطونها فتصير شوي يعني الموضوع يكون فيها شوي خفة، خاصة إذا كانت بالجلسة العائلية أتوقع أنها بتكون مرة حلوة. حبيت كثير الرسم هذا النوع من الأحجار، أحس مرة يناسب من جد يعني فن زي كذا على الحجر هذا، أحس مرة يناسب في ديكورات البيت، صحيح هيكون مرة حلو وتارك لمسة مرة حلوة وعصرية وخفيفة. يعني ما شاء الله هي بترسم بماء الذهب، أحس مرة الموضوع يكلف. طبعاً
صح؟ أكيد. يعني شوفي، أنا بس أبغى أتكلم عن الحجر والفن. يعني من أجمل الفن اللي شفته، لأني فعلا أنا مرة قد قابلت فنان هذا اختصاصه، يجيب الحجر من أماكن معينة وممكن يلمعها ويرتبها ويبردها ويسقلها كمان، يعني بالشكل والحجم اللي هو يبيه. ودائما كان يقول لي أنه مو سهل، لأن لما ترسمي على حجر لونه رمادي أو لونه بني أو ألوان مختلفة، الألوان تتغير، الألوان تتغير، غير أن الحجر سبحان الله يتشرب، يتشرب الألوان فتبهت. فهم عندهم طرقهم الخاصة، فأنا أهنيها. وهي كمان قالت مها كمان أنها ودها تكون من أول الناس في هذا المجال، وإحنا نتمنى لها كل التوفيق، وإن شاء الله إن شاء الله ممكن نقابلها. وأنا يعني راح أطلبها تسوي لي يمكن لوحة فنية أو شيء كذا زي ما ذكرتي رندا، ينحط على الطاولة. فعلا هذا فن وفي نفس الوقت طبيعة. صحيح. نفس الوقت صح. يعني كثير من الأمور بصراحة الرائعة اللي قاعدين إحنا نشوفها من كوادر سعودية في الفن التشكيلي تحديداً يا جماعة، يعني أحب إني أنشد وأتكلم فيها. ما شاء الله من منطقة الشرقية لو تتذكروا جانا مهدي، عبد الوهاب، عبد الوهاب مهدي، كان بي بي بيرسم على بالحرق الخشب وعلى الخشب. دحين مها كمان كثير من الفنانين السعوديين من جد في الفن التشكيلي اللي ابدعوا وصارت الحمد لله عندهم فرصهم الان. طبعاً. هذا انا ممكن ما يكون فقط تمكين للمراه، هو التمكين للجميع. للجميع. الفن فعلا، الفن التشكيلي، الرسم تحديدا، يمكن ما كان باين عندنا في المملكه العربيه السعوديه، او يمكن الفنانين كانوا نوعا ما مهمشين، قليل جدا ما نشوف اعمالهم الرائعه. صحيح. او متخوفين فعلا من الظهور، ولكن الآن صارت الحمد لله لا موجودين في كل محافل، في كل صحيح. فعالية بنلاقيهم في كل البزارات، بنشوف طبعاً. كثير من الفنانين السعوديين، وهذا شيء فعلا مشرف. الحين صحيح. مع هذه البعثة تحديدا، بعثة الفن والثقافة، بصراحة أنا أشوف أنه راح يكون في أداء جدا رائع للشباب السعوديين. الله يوفقهم يا رب. آمين يا رب. دائما نشوف ناس مبدعين، ودائما نستضيف ناس مرة مبدعين بهالمجال. صحيح. أكيد نتمنى مواهبهم تظهر أكيد إن شاء الله يوم بعد يوم، وإن شاء الله بإذن الله نشوفهم في أعلى الأماكن. إن شاء الله يا رب. آمين. بإذن الله. نطلع فاصل؟ يلا. مشاهدي إحنا نطلع فاصل، بس أكيد مكملين معكم باقي حلقتنا لليوم. استضافت العاصمة ملتقى مستقبل التقدم، واللي كان بحضور خبراء عالميين ومحللين مختصين بالتكنولوجيا وأكيد التحول الرقمي والأمن السيبراني. كان الحديث عن أو من الملتقى الحديث عن المستقبل وكيفية التقدم فيه، وأن هناك وظائف مع الوقت لن تستمر وسيتم استبدالها بمهن أخرى أكثر حداثة ومواكبة للعصر. خلونا نتابع هذا التقرير وأكيد نرجع نناقش فيه أنا وزميلاتي. الهدف منه أنه نحن نقدم ورش عمل ونقدم متحدثين دوليين خبراء في المستقبل، يسموهم مستقبليين، ويصير في أكثر وعي مجتمعي لدور التقنية القادمة في مجال العمل. يعني المسؤولين يبدأوا يوعوا قديش ضروري أنه ندرب ونمكن الشباب السعودي القادم للوظائف القادمة. الملتقى يعني استلهم فكرته من رؤية المملكة 2030، بحيث أنه يبغوا مبدعين ومفكرين ونبني مستقبل جديد بعقول محلية تقدر تتبنى الوظائف القادمة اللي هي حتكون وظائف جدا مبتكرة مختلفة غير الوظائف الحالية. نحن كتير بهمنا أنه نوعي الطلاب على أهمية المهارات، وأنه قديش العالم تغير والشركات الكبيرة الآن بشكل أولي بتهتم بالمهارات أكثر من الشهادات. يعني منشوف شركات عالمية كبرى مثل جوجل، مثل أبل، مثل أمازون، أول شيء بيطالع فيه لحتى يوصف الشخص هي قديش عنده مهارة، قديش الشخص هذا مبدع، قد بيقدر يفكر بطريقة إبداعية أو ينتقد انتقاد نقدي وهيك أشياء.
جميل يعني وجود مثل هذه الملتقيات فعلا ممكن يحدد كثير مصير كثير من الأشخاص اللي الحين ما هم عارفين أي تخصص ممكن يتخصصوا فيه، ما هم عارفين إيش يسووا. مؤخرا كمان يمكن شفنا على تويتر أنه إعلانات كثير أنه الأمن السبراني بحاجة لكم، المستقبل، التقدم، الحياة جالسة تتغير فعلا. إذا من الحين بيقولوا أنه في وظائف أصلا راح تلغى ويكون أو يحل مكانها الروبوت، هي لن تلغى هذه الوظائف لنا كبني آدمين كبشر. أعتقد أنه إحنا رح نكون تقنيين أكثر، أنه إحنا رح نشغل المشغلين. بالضبط. أنا حبيت كلمة يعني جدا عجبتني بصراحة ولفت الانتباه في التقرير، لما قال الدكتورة جنين أنه إحنا رح نطل الآن أو رح نصير من الشركات اللي تبحث عن المهارات أكثر من أنها تبحث عن الشهادات. من زمان هذا الموضوع إحنا نبغاه فعلا، من زمان احنا نبغى كده، من زمان نبغى نطول على كل شخص ومهاراته وايش يقدر يقدم ونحطه في المكان الصحيح. بوقتها الانسان هيقدر من جد يتطور ويتقدم. تخيلي انت مثلا شخص مهاراته في الهجوم وتحطيه في الدفاع، هيكون الموضوع كيف مختلف. دخلتيها بالكورة. بالضبط. ها دخلتيها. انا اعطيت مثال يعني. خليني ناخذها من جهة وزارة العمل. وزارة العمل عليها مسؤولية مرة كبيرة. احنا يمكن طالبت مرة كثير بالبرنامج، وكانت يعني من ضمن أنه وزارة العمل تكتب عن الوظائف اللي يعني نحتاجها من هنا لين 10 سنين. الوظائف اللي حنا ما نحتاجها نحتاج أنها يعني مش تنلغي كثر ما هي تكون اختيارية، بس ترى هذه الوظائف اللي مطلوبة الآن، هذه الوظائف اللي أنتم ممكن يعني تتوظفون بعد ما تتخرجون، لأنه حنا نعرف أنه في أغلب الطلاب يشتكون أنه هم ما يتوظفون بعد ما يتخرجون. فأتوقع أنه هذه مرة ممتازة، خاصة إذا بدوها بثالث ثانوي، علشان يقدرون يقررون أي مسار هم يبغونه، أي يعني أي اتجاه هم يبغونه. كمان يمكن أنا أحتاج من جد أنه تكون في يعني بالمدارس، بالمعاهد، بأي مكان دورات تدريبية، ممكن أنه هو الطالب يتعرف على التخصص اللي هو يبغى يدخله قبل هو ما يدخله. دورات تدريبية تقنية قصدك؟ مش تقنية، أنا اخترت مثلا الطالب اختار مجال معين يتدرب على هالمجال هذا قبل ما هو خبرة. لا مش خبرة، يعني يصير عنده يفهم المجال بشكل عام، يفهمه، كمان نشوف إذا هو قادر أنه هو يدخل بهالمجال أو لا. فبتصير فكرة مرة حلوة إن شاء الله. فعلا يعني الواحد إذا كان يدرس الشيء من كتاب مختلف غير لما يطبق، فهذا التطبيق في المدارس فعلا راح يكون إضافة عظيمة لطلابنا وطالباتنا، وراح يساهم في بناء يعني هذه الرؤية. ويعني كمان هذا الملتقى أو هذه الفكرة استلهموها من رؤية 2030 طبعا، وتتماشى مع رؤية 2030. ولازم يكون في، حبيت أنهم مهتمين كمان بالوعي المجتمعي بخصوص هذه التخصصات، وعشان يعني نوعي المجتمع والناس ونقول لهم يعني في تخصصات قديمة لا زالت موجودة. صح. ولا زالت، لكن ما عليها طلب زي السابق. صح. ما عليها طلب مثل 10 سنوات فاتت. الحين في أشياء جديدة، تخصصات جديدة ممكن الواحد ينميها وينمي مهاراته. كمان إضافة على المهارات والقدرات، مثل ما تكلمنا كثير وكثير ناس طلعوا وصرحوا من يعني بخصوص الرؤية 2030، فعلا البلد أو إحنا والمجتمع بحاجة إلى المهارات والقدرات وتنميتها والتركيز عليها. صح. أكثر من الشهادة طبعا مهمة، طبعا مهمة، لكن المهارات والإبداع لازم نركز عليه، لأن هذا اللي راح يخليك تستعمل شهادتك. صح. شهادتك كثير مننا ممكن أنه يتخرج وأوكي عندي شهادة ويشتغل شيء مختلف، أنا جدا ذكي، لكن دائما يقول لك الشخص اللي ذكي البوك سمارت أو اللي ذكي في الكتب مو شرط يكون ذكي بالتطبيق. صح. فإحنا لازم نركز على هذه النقطة وننمي هذه المهارة ونخليه اللي تعلمه يطبقه على مجال أوسع، على تطلع أكبر، من زوايا ينظر للموضوع من زوايا مختلفة. وإن شاء الله بإذن الله يعني بناتنا وشبابنا إحنا كلنا يعني ثقة بأنهم بإذن الله ما راح يقصرون، وهذه مجالاتهم إحنا قاعدين نشوفها. أكيد. في الفن ونشوفها في الإعلام. صح. نشوفها حتى الفن صار تقني يعني، نشوفها في الهندسة، نشوفها صاروا يدخلون حتى تخصصين في بعض. صح. ويطلع شيء جديد، يطلع شيء رائع، والماراثونات اللي يسوونها أو الهاكاثون وغيرها من الملتقيات وكل من المسابقات عفوا والملتقيات اللي زي هذه أكيد تساهم بشكل
بشكل كبير. صحيح. وكمان حضورهم لهذه المنتقيات والمنتديات اللي زي كذا او الهاكاثونات، تواجدهم مو شرط انه انت تشارك فيها، بس انه تواجدك بحد ذاته ممكن يبني لك افكار للمستقبل ان شاء الله. فهذه الامور كلها جيده، اصلا قاعده تبني مملكه عربيه سعوديه مختلفه بشكل او باخر. فانا بصراحه اشجع، مع انه انا يعني ضد التكنولوجيا، يعني مو مره مع التكنولوجيا صديقه، ولكن ارجع اطمن نفسي واطمن الساده المشاهدين انه الحمد لله راح نكون يعني مشرفين على هذه التكنولوجيا. ما راح تقدر تاخذ مننا كل شيء التكنولوجيا، صح ولا لا؟ اكيد طبعا. اكيد انت دائما عندك خوف عبير من الروبوت انه حياخذ يعني اكثر المجالات او انه ما حيكون من التكنولوجيا بشكل عام. اي فلا ان شاء الله زي ما ذكرتي انه تخوفك هذا يمكن ما حيكون، لانه احنا حنكون مشرفين عليه. زي لما اذكر استضافنا دكتور فقال لنا انه احنا حنكون مع الروبوت. صحيح. طبعا لازم يحتاج اساسا شخص يكون مقيم على هذا الروبوت او هذه الاله، لانه في النهايه اله ما حتقدر تاخذ قرارات. على سبيل المثال الان يستعملونها في المستشفيات بعض العمليات، من ياخذ القرار؟ الانسان او الطبيب. صح. او المشرف عليها. يعني الاله اله في النهايه، انت اللي تشغلها. مشاهدينا كذا مكملين معاكم لكن بعد هذا الفاصل. تحدثنا كثيرا في مواضيع التجميل والجلدية، إلى أن حديثنا لليوم سيكون مختلفا برفقة طبيب سعودي ماهر ذا عصيته بشكل كبير، نظرا لاحترافيته وتميزه في تخصصه ومجاله، طبعا أكيد أدائه الطبي، ليكشف لنا أكيد اليوم أنه أهم الحقائق وفي مجال العمليات الجراحية التجميلية، ويشرح لنا وللجميع عن أبرز الفروقات بين التجميل وهذه العمليات الجراحية. طبعا نرحب في الدكتور غازي إثبيتي، استشاري جراحة تجميل. حياك الله دكتور غازي. أهلا وسهلا. حياكم الله وبياكم، أنا شاكر لكم جدا استضافتكم. يا أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور غازي، عشان نبدأ نحكي في الموضوع، نعرف بس الفرق بين الإجراءات التجميلية والعمليات الجراحية التجميلية. الإجراءات التجميلية هذه إجراءات غير جراحية، يعني قد تكون عن طريق استخدام الإبر في البوتوكس والفيلر، أو قد تكون عن طريق استخدام الخيوط من أجل الشد البسيط. ما تحتاج بنج؟ لا، تحتاج أحيانا تخدير موضعي على الأكثر تخدير موضعي، لكن هذه إجراءها في الأوفيس، في المكتب يعني في العيادة، ولا تحتاج غرفة عمليات، ولا تحتاج أي نوع من التخدير العام. نعم. طيب. بينما العمليات الجراحية أحيانا ينضوي تحت حتى شفط الدهون، يعتبر عملية جراحية، لأن بعد العملية فيه فترة الإفاقة من العملية. نعم. أو فترة النقاهة وما يتبعها. نعم. هذه تتم تحت أنواع معينة من التخدير، في ثلاث درجات من التخدير، في تخدير موضعي، في تخدير واعي، في تخدير عام. ويتم فيها فتح الجلد. أكيد. ويتم فيها الإجراء الجراحي، وبعد نهاية الإجراء الجراحي يتم ملاحظة المريض لفترة، تعتمد على نوعية وحجم الإجراء الجراحي. جميل. يعني إيش ممكن تكون دكتور غازي أشهر عمليات جراحة تجميلية؟ تبغى نتكلم عن عمليات التجميل بشكل عام أو عمليات الجمال؟ طبعا تخصص في فرق بين الاثنين؟ إيه، جراحة التجميل ترى ما هو بس عمليات الشفط والشد اللي تشوفونه. نعم. جراحة التجميل تحتها تخصصات كثيرة. نعم. منها جراحة اليد، منها جراحة الحروق، منها جراحة تجميل أطفال، تشوهات الأطفال، جراحات ترميم سرطان الثدي، جراحات ترميمية. صح. بشكل عام جراحة اليد 40% من جراحة التجميل. فجراحات الجمال اللي الناس يعرفونها اللي هي جراحات الشفط والشد وما يتعلق بمحاولة استعادة الشكل القديم، يعني إذا كان واحد والله جاء ضمور في منطقة معينة في الجسم أو في الوجه، هذه هي الجراحات اللي مشهورة عند الناس، هذا اللي الناس يطلبونها بشكل كبير. طيب دكتور، لو جيت أبغى أسألك، احنا نعرف دائما أنه تشوهات الأطفال أو التشوهات بشكل عام هي شوي صعبة، فنبغى نعرف هي تدخل من العمليات التجميلية مش عمليات الجمال، صح؟ عمليات الترميم. فأبغى أعرف إيش الفرق، كيف الواحد يقدر لو مثلا شخص عنده تشوه وجاك وقال لك أنه أنا أبغى أعمل عملية تجميلية، طبعا الفرق بين عمليات الجمال وعمليات التجميل الثانيه اللي هو الكماليه في الموضوع. عمليات الجمال كماليه في الاكثر، يعني مجرد
محاولة استعادة شكل سابق مثلا زي ما هذا مثال. لكن عملية التجميل مثل الأطفال، الأطفال اللي يولدون بشفة أرنبية مثلا، هذه أشهر واحدة فيهم، يكون عنده عيب خلقي موجود في الشكل، هذه مهم جدا وضروري جدا إجراء العملية خلال وقت محدد لأنها تأثر على المظهر والوظيفة في نفس الوقت. تكون قيود عليها أكثر. خلال كم؟ يعتمد الشفة الأرنبية مثلا على سبيل المثال خلال 3 شهور لازم تتسوى، وإذا كان في مشكلة في سقف الحلق 9 شهور من الولادة. طيب بينما عمليات شد الوجه مو لازم تنسوى، إذا أحد يقول والله أبغى أسوي شد وجه، جت العيادة تقول أبغى عملية شد وجه، مو لازم اليوم أو بكرة أو بعد سنة، الموضوع اختياري بحت بالكامل. نعم. طيب فممكن تتسوى في أي وقت طالما أن الظروف تسمح بالإجراء الجراحي بمخاطر قليلة. نعم. يا دكتور غازي، هذا المجال ممكن أن يكون من باب الترف، من باب أن بس يعني البنات غالبا أو السيدات أنا أحتاج أغير شيء في وجهي، حتى لو ما كانت تحتاج للأسف، من باب أن الطفشانة، من باب أن بس حابة تغيير. وفي ناس لا يحتاجوا مثل ما تفضلت تشوهات خلقية، تشوهات لا سمح الله بسبب حوادث وأيا كان، لكن إحنا نبغى نعرف فعلا إيش السبب وراء رغبة النساء، يعني هم النساء والرجال بشكل عام لكن النساء تحديدا في إجراء هذه العمليات حتى ولو تكن تحتاج يعني. طيب حتى في نطاق العمليات الجمالية في درجات من الإجراءات. معظم الناس ومعظم جراحين التجميل الإجراء اللي نقوم بإجراءه يكون له دواعي محددة. نعم. طيب ما أعتقد في الجراحين التجميل اللي يعرفهم والمؤهلين. نعم. في أحد ممكن يأخذ شخص ويغير خلقته، يغير شكله مثلا. نعم. يأخذ واحد يغير شكل الأنف من أنف كان شكله الطبيعي إلى أنف بناء على طلب المريض. في عندنا أشياء محددة ونعرفها، مثلا انحراف الأنف، مثلا نزول أرنبة الأنف، مثلا ترهل في الوجه، هذا يتم علاجه بالتجميل. لكن التغيير في الشكل هذا شيء ما يقبل معظم جراحي التجميل المؤهلين. صحيح. ما هو الموضوع الطلب على كيف بيأثر على الجراح؟ لا أنا والله أبغى أكبر عيوني ولا أبغى أكبر الخد بشكل غير طبيعي، هذا معظم جراحي التجميل ما يعملونه. لكن في ممارسات تجميلية خاطئة وتشوفون أمثلة منها كثيرة طبعا. طيب وهذه كأكاديميين ما نقبلها. نعم. طيب دكتور، تشوف في هوس بعمليات التجميل علشان جمال المرأة ومظهرها، وأبغى أعرف كمان إيش رأيك بأسعار العيادات التجميلية المبالغ فيها؟ من ناحية الهوس نادر، لكن في حالات شفتها أنا مرت علي، المريض أو المريضة تصر على إجراء أو عملية معينة، وحنا نعرف الشيء هذا كجراحين. نعم. في لحظة من اللحظات لازم الجراح أو الطبيب يقول للمريض خلص ما في إجراء جراحي ويرفض. يعني ممكن يرفض. إيه، لكن الفشل في اكتشاف الحالات هذه هو اللي يؤدي إلى مشاكل كبيرة. طيب من ناحية تكاليف عمليات التجميل، في أشياء كثيرة داخلة في تكاليف عمليات التجميل. أنا مهتم بسلامة المرضى بالدرجة الأولى، وشفت حالات صراحة تم إجراء عمليات التجميل في ظروف غير معقمة من أجل خفض التكاليف، وتحت بأيادي غير مؤهلة من أجل التوفير، وانتهت بمصائب، انتهت بمضاعفات. نعم. احتاجت إلى علاج مدة سنوات، وأحيانا لا يمكن استعادة الشكل المظهر والوظيفة السابقة. فهذا مهم جدا، فأنا نصيحتي دائما بغض النظر عن العيادة لازم تسأل عن مؤهل الجراح. صحيح. لازم تأكد أنه مؤهل، ما هو مشهور في السوشيال ميديا. صحيح. مؤهل، هذا أهم شيء. هذا أهم شيء. يمكن دكتور غازي وكثير من الأشخاص اللي فعلا أصروا أو تكلموا عن هذا الموضوع وقالوا، ومنهم أيضا دكتور خالد النمر تكلم عن مبالغة الأسعار في عمليات التجميل. لو تسمح لنا دكتور غازي أكيد رحب في معنا عبر الهاتف عشان نعرف سبب هذه التغريدة. أهلا وسهلا فيك دكتور خالد. يا أهلا وسهلا. نورتنا والمشاهدين. أهلا وسهلا دكتور خالد. انتشرت لك هذه التغريدة اللي احنا عارضينها الآن على الهواء، كنت تقترح فيها وضع سقف لارتفاع الأسعار في عمليات التجميل، كلمنا ليش وإيش السبب اللي خلاك من جد تقترح هذا الاقتراح؟ حقيقة اللي لاحظته سواء في مرضى القلب أو الضغط أو مرضى غيره،
انه فيها زند كبير جدا لعمليات التجميل. وانا اعتقد المساله في هذا الترند خاضعه للمودل. نحن نخاطب المراهقين والمراهقات بمودل معين هم ينظرون الجمال فيه. نعم. ولذلك هم يسعون بكل الطرق ليصلون الى جسم فلان ولا جسم فلانه. نعم. ويسعون لذلك. نعم. المشكله انه نعم جراحه التجميل جراحه معروفه في العالم، لكن لها جرائم مضاعفاتها. انا تكلمت عن ارتفاع اسعارها، يعني الجراحات التجميل تجرى في المستشفيات الحكوميه في القطاع الخاص. في المستشفيات الحكومية، لكن عندما تقارنها بغيرها تكون أسعار هي في المستشفيات الحكومية يعني دكتور خالد أصلا بدون أي مقابل، ولكن مع اختلاف المراكز يمكن يختلف السعر من مركز لآخر. نعم، المشكلة أن الأسعار مبالغ فيها بشدة، يعني تلقى مثلا أضرب لك مثال بسيط جدا، يعني مثلا تلقى الفيلر، حقنة الفيلر الموجودة في السوق سعرها الرسمي 500-600 ريال، لكن الحقن اللي تعطى الآن تصل إلى 3,000-4,000 ريال عند جراحين التجميل، وهذه حقن مؤقتة بس للجمال، فما بالك بعمليات النحت، بعمليات العمليات اللي تلو عمليات السمنة، وهذه أسعار مبالغ فيها. بعض الناس يقول يا أخي طيب ليش أنت تبغى تقطع رزق الناس؟ إحنا ما نقطع رزق الناس، لكن المدافعة عن المستهلك واجبنا. يعني تذكرين لما تجار الأرز اتفقوا على سعر معين ورفعوا الأرز، كان فيه اتجاه من الحكومة لتحديد السقف ومعاقبتهم ونشرت أسماءهم. فأنا أعتقد وزارة الصحة سوي ربح، خلي هامش ربحك 20%-25% ما عندنا مشكلة، لكن لا يكون ربحك 600%. صحيح، يعني too much. صحيح دكتور. نحن نلقاها من اللي يحطون أفكار المودلز في بناتنا وأبنائنا ويخلون يتعبون لهم، ولا نلقاهم من آباء وأمهات ندفع فلوس لبناتنا عشان يسوون عمليات تجميل أنف بأسعار مبالغ فيها. طبعاً أنا تكلمت من المعاناة اللي نعاني فيها. صحيح صحيح دكتور، يعطيك العافية. يعني فعلا، لكن سؤال سريع، ليش برأيك هذا الإقبال رغم الأسعار المرتفعة هذه يعني الغير مقبولة؟ أعتقد أن سببها نقطتين. أول شيء الميديا في العالم كله في globalization، فيها عولمة في العالم، والآن نعم. كل الميديا تخضع للمشاهير. صحيح. والمشاهير هم اللي يديرون دفة الميديا. صحيح. والمشاهير هذولي لهم ستايل، لهم لبس، لهم شعر، لهم جسم، وكله مجانا. نعم. وكله مجانا مجانا بالنسبة لهم، لكن للطبقة المتوسطة والضعيفة تدفع من دم قلبها. هذولي أنا أقول لك يا دكتور شو يسوون، هذولي يجلسون يجمعون ويروحون يرمون فلوسهم هناك، وزي ما ذكرت أنه لو رحنا شريناها من برا الإبر وهذه بتكون أرخص، وأخذناها على الدكتور المختص أتوقع بتكون أرخص. شكرا لك دكتور، شكرا لطرحك لهالموضوع، يعطيك العافية. أكيد مكملين معك دكتور غازي، لكن حنطلع فاصل ونرجع لك من جديد. فاصل وراجعين. رجعنا لكم مشاهدينا، وأكيد مكملين باقي حديثنا وحوارنا مع دكتور غازي أثبيتي استشاري جراحة التجميل. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية دكتور غازي. كنا نطلع على الكتاب، هذا كتاب عن جراحة التجميل لك دكتور غازي. هذا الكتاب فعلا في صور مختلفة وفي استفسارات بشكل مبسط، يعني أنا اللي حبيته في الكتاب أنه بشكل سهل. مبسط. لو تسمح لي أنا أوريه للمشاهد. رندا بالله افتح الكتاب اللي عندك اقرب للكاميرا. دكتور انت اخترت انك تكتب او تالف كتاب عن عمليات التجميل او اشهر عمليات التجميل اللي ممكن تكون متواجده الان على الساحه واغلبها. ايش الطريقه، ايش يعني هنا انا اهتميت بعمليات الشد شويه، كنت بتتكلم عن انواع شد البطن مثلا بطريقه سهله جدا وفي رسومات جدا بسيطه. نعم. كلمنا عن سبب اختيارك لتاليف في هذا الكتاب. اولا لا، ما في كتاب بالعربي
عن العمليات بحسب التجميلية؟ بحسب علمي لما بديت ألف كتاب هذا ما في كتاب بالعربي مفصل في الأشياء هذه. دائما أنسى الأسئلة في العيادة وأعيد الإجابة مع زيارة كل مريض. فبديت أسوي نوت للمرضى. بعدين أنا من هواياتي الرسم، قلت ممكن أرسم كتاب كامل مفصل يوصل الأفكار البسيطة للمرضى. طيب فبدأت والمعلومات حتى مبادئ العملية كل شيء فيه تقريبا، يمكن في بعض النواقص اللي بسوي له مراجعة بعدين مستقبل، لكنه بشكل عام الكتاب يغطي أجزاء كبيرة من الأشياء اللي تهم المرضى. جميل جدا. جميل. دكتور عازي، في مقطع يمكن انتشر لمريض كان عندك ويعني لاقى أصداء جميلة من الناس والمتابعين، فنبغى تكلمنا يعني كيف التجميل أنه ممكن يعني يعيد حركة الشلل، أو إذا شخص أصيب بالشلل كيف يساعد؟ طبعا زي ما قلت في بداية أنه 40% من جراحة التجميل هي جراحة اليد. نعم. أصلا واحدة من الأشياء اللي مهمة في معرفتها في جراحة التجميل دايماً مهم إذا هو مؤهل. نعم. إذا هو خلينا مؤهل. بس نشوف الفيديو معاك. أوكي. علشان نرجع ونكمل ذا النقطة أكيد. يلا خلونا نشوف الفيديو. طبعا الدكتور غازي الزبيدي بعد سنتين ونص من الشلل الآن سلم عليه بيدي المشلولة. ما شاء الله. هذه يدي الآن أصبحت حركة. شكرا لله سبحانه وتعالى في الدكتور. شكرا والطاقم الله. اللي كانوا معه. شكرا لك دكتور. يا سلام يا سلام، يعطيك العافيه. تعليقك. طبعا زي ما قلت جراحه اليد هذا ما هو شلل ناتج عن اصابه في الحبل الشوكي او جلطه او شيء، هذا بسبب عصب من اعصاب اليد. نعم. 40% من جراحه التجميل هي جراحه اليد، فواحده من مقاييس معرفه مؤهل جراحك اذا هو ما يسوي جراحه يد بحط كويستشن مارك انه جراحه تجميل، لانه في البورد السعودي والبورد الامريكي والفرنسي والكندي وكل معظم البورد في العالم في جراحه التجميل يتم التدريب على جراحه اليد. فهذه واحده من الحالات اللي عملناها، كان رجل مصاب وعنده شلل لمده سنتين، قمنا بنقل بعض الاوتار وتعديل الحركه واستعاد الحركه والله الحمد. جميل. طيب دكتور، احنا نعرف دائما انه الاطباء الـ يعني اللي عندهم مؤهلات مره كويسه مشهورين بين الاطباء نفسهم، مشهورين بين الناس برضو نفسهم، الناس يعني يعرفونهم، فعشان كذا ما يحرصون على السوشيال ميديا كثير، يقول اللي يبغانا حيعرف حنا وين مكاننا. طبعا شكرا لك دكتور على الكتاب، شكرا لك على شرحك وعلى توضيحك، يعطيك الف عافيه، وشكرا لوجودك معنا اليوم. الله يعافيكم وشاكر لكم جدا استضافتكم لي. شكرا لك. طبعا كان ختامها مسك معك دكتور. حنا الان طبعا وصلنا لختام حلقتنا، ان شاء الله باذن الله نشوفكم بكره بنفس الوقت. في امان الله.